والآن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي من عمان أحمد عزام. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بداية، ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة. أستاذ أحمد، هل تتوقع مزيدا من رفع الفائدة؟ شكرا للاستضافه. نعم، نظر الى الارقام الاقتصاديه الاخيره ورفع عمليات رفع اسعار الفائده حوالي تقريبا ربع بالمئه وصولا الى ما يقارب 5%، على ما اعتقد ان دوره تجديد السياسه النقديه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه شارفت على النهايه. التيرمينال ريت او سعر الفائده النهائي متوقع في الفتره الماضيه بناء على تصويت الاعضاء على المنحنى النقطي قد وصل الى 5.25% او 5.10% تحديدا. فعملية رفع أسعار الفائدة في شهر مايو القادم قد تكون الأخيرة إذا ما نظرنا إلى أرقام التضخم في الفترة الماضية. بالنظر إلى أرقام الاقتصادية هذا الأسبوع، فالرقم المهم هو الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي. متوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي بأرقام إيجابية قد تعطي الفدرالي الأمريكي المزيد من الوقت متابعة النظر إلى أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد. يوم الجمعة مؤشر المفضل بالنسبة لقراءات التضخم، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي، متوقع أيضا أن يسجل بعض التباطؤ، ليس تباطؤ كبير، بعض التباطؤ ما يقارب 10% من 4.6% إلى 4.5%. بالتالي مؤشر أيضا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد يعطي بعض الانطباع إلى أن إمكانية تباطؤ التضخم في الفترة القادمة وارد جدا. بالنظر إلى الأرقام الاقتصادية الأخيرة، تقرير الوظائف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جيد جدا بالنظر إلى معدلات البطالة. معدلات البطالة منخفضة عندما يقارب 3.4%، فأرقام البطالة المنخفضة تعطي الفدرالي الأمريكي أيضا المزيد من الوقت لمتابعة تجديد السياسة النقدية. عند النظر إلى الإجهاد المصرفي أو المخاوف المصرفية جراء الإجهاد المصرفي في سيليكون فالي بانك، العناوين بدأت تخفت في الفترة الأخيرة بأن العدوى المصرفية قد توقفت أيضا بانتقالها للبنوك الأخرى. لو نظرنا حتى إلى تقرير أرباح البنوك، تقرير أرباح البنوك تعتبر جيدة بالنسبة بالنظر للبنوك الكبرى. جي بي مورغان على سبيل المثال قد قدم أداء ممتاز جدا بالنسبة للأرباح في الفترة الأخيرة، ريكورد أو رقم قياسي بالنسبة لجي بي مورغان. قد يعطي بعض الانطباع بأن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جيدة. بالنظر إلى المصارف، الفيدرالي الأمريكي توعد بتجديد شروط الائتمان. تجديد شروط الائتمان معنى ذلك بأن القروض قد تخفت في الفترة الماضية، الطلب على القروض قد يخف في الفترة القادمة. فبالتالي الفيدرالي الأمريكي يعتبر تجديد الظروف الائتمانية بمثابة تجديد السياسة النقدية على الاقتصاد الأمريكي، على النمو الاقتصادي. فبالتالي على ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تراهن بتجديد السياسة النقدية من جهة وتجديد الشروط الائتمانية من جهة أخرى، وإلا في الحالة نفسها قد تعطي انطباع كبير بأن تجديد السياسة النقدية قد يدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ركود بشكل مستعجل بشكل سريع، وهذا ما لا يبحث عنه الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. يحاول إبعاد شبح الركود، يحاول إبعاد ذعر الركود قدر المستطاع زمنيا. مع الأرقام الاقتصادية الأخيرة ويوم الخميس مع جي دي بي يعتبر جيد بالنسبة لمكتب الأحاف للتحليل في البيت الأبيض، قد يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي بعض الوقت لمناظرة أو لمتابعة تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. فعلى ما أعتقد الأرقام الاقتصادية فيما لو جاءت ضمن المتوقع قد لا تعطي بعض التفاصيل من الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير النهج ألا وهو 25 نقطة أساس في اجتماع شهر مايو ومتابعة الأرقام الاقتصادية الأخرى، تحديدا قراءة التضخم، قراءة تقرير الوظائف. نظرا لأن جيروم باول رئيس الفدرالي الأمريكي كان قد أشار في المؤتمر الصحفي الأخير بأن متابعة الأرقام الاقتصادية باجتماع كل اجتماع على حدة هو
هو الطريق بالنسبه للفدرالي الامريكي لمعرفه تجديد السياسه النقديه. فعلى ما اعتقد هنا لم بان 25 نقطه اساس في اجتماع شهر ماي هي الارجح، هي الاحتماليه الاكبر في الاسواق، والنظر ثم النظر الى الارقام الاقتصاديه التضخم وتقرير الوظائف لمعرفه تحركات الفدرالي في اجتماع شهر 6 القادم. نعم أستاذ أحمد، يعني هل بالإمكان اعتبار إجراءات الفيدرالي الأخيرة والتي بدأها منذ عام تقريبا برفع أسعار الفائدة قد جاءت فعلا بنتائج إيجابية وخفضت التضخم وفق الهدف المستهدف؟ نعم لمياء، لو نظرنا إلى أسعار الفائدة منذ بداية ارتفاع أرقام التضخم كانت ربع بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا 5%، ارتفاعات متتالية حيث تجديد السياسة النقدية كانت بطريقة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من ربع بالمئة إلى 5%. هل جاءت بكبح جماح التضخم؟ على ما أعتقد الإجابة نعم، ولا بنفس الوقت. نعم، عند النظر إلى أرقام التضخم الرئيسية، فأرقام التضخم الرئيسي مؤشر أسعار المستهلكين والذي يتم حسابه مع أرقام الطاقة والغذاء قد سجل انخفاضات من 9.1% إلى 5% في القراءة الأخيرة، فتعتبر قراءة جيدة، يعتبر انخفاضات التضخم. لكن ما أميل له بأن الإجابة هنا لا، نظرا لأن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين والذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال ضمن المعدل أو المتوسط الذي قد شاهدناه في الفترة الماضية، انخفض فقط من 6% إلى ما يقارب 5.5%، انخفاضات ليست كبيرة جدا مع عمليات تجديد السياسة النقدية في الفترة الماضية بالفدرالي الأمريكي. فبالتالي على ما أعتقد أن الفدرالي الأمريكي قد يحتاج المناظرة النظر إلى إمكانية تأثير تجديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي، فيما لو جاء النمو الاقتصادي بشكل جيد في الفترة القادمة قد تعطي الفدرالي الأمريكي بعض الوقت أيضا لتجديد السياسة النقدية. لما لا نسمع بعض العناوين الصحفية كما قد شهدناها قبل شهر إلى شهرين بأن الفدرالي الأمريكي قد يتابع حتى تجديد السياسة النقدية وصولا إلى 6%، لكن هل يتابع الفدرالي الأمريكي وصولا إلى 6%؟ على ما أعتقد الحكومة قد لا يتحمل ذلك بالنظر إلى مؤشر تداعي المشتريات التصنيعي، فإنه يسجل انكماش لخمس ست أشهر متتالية. التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر قطاع كبير جدا، فعلى ما أعتقد أن الفدرالي الأمريكي قد لا يحتاج فقدان الثقة فيه في الفترة القادمة. ف 25 نقطة أساس تعتبر جيدة، متابعة أرقام التضخم فيما لو استمرت بالانخفاضات، وهنا ما أقصد به السوفت لاندنج، انخفاض أرقام التضخم وأن لا تدخل الاقتصاد الأمريكي بالركود، سوف يكون هناك مخاوف كبيرة لمياء بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود من جهة، وأرقام التضخم تسجل ارتفاعات سندخل في مرحلة جديدة تسمى ستاكفليشن، التضخم الركود التضخمي. فعلى ما أعتقد أن الفدرالي الأمريكي لا يبحث على ذلك، فعمليات رفع أسعار الفائدة قد تتوقف في الفترة القادمة. محاولة انخفاض أرقام التضخم بحاجة لها الفدرالي الأمريكي، حتى لو نظرنا إلى مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي لا يزال يسجل ارتفاعات لمياء. فعلى ما أعتقد 4.5% عند مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي وأسعار الفائدة 5%، فهنا أرقام متقاربة جدا، وحتى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قريب جدا من ارقام الفائده. فعلى ما اعتقد ان الاجابه هنا لا، الفدرالي الامريكي لم يستطيع حتى الان كدح جماح التضخم بالطريقه التي كان يحتاجها. حتى ايضا لو نظرنا الى الميزانيه العموميه البالانس شيت كانت قد سجلت انخفاضات في الفتره القادمه، لكن عاودت الارتفاعات مع ضخ الاموال من الاقتصاد الامريكي جراء المخاوف المصرفيه. فهنا الميزانيه العموميه هي بمثابه تجديد السياسه النقديه عندما يتم تخفيضها، لكن عندما يتم ارتفاع الميزانيه العموميه هنا نتجه الى تيسير للسياسه النقديه. فالفدرالي الامريكي سوف يتابع تخفيض ميزانية العمومية بعد عمليات رفع أسعار الفائدة لمحاولة تخفيف التضخم في الفترة القادمة على ما أعتقد لمياء. نعم، يعني برأيك لماذا عجزت أمريكا عن سداد ديونها؟ ولماذا غضب أصحاب الديون أستاذ أحمد؟ بالنظر إلى سقف المديونية الولايات المتحدة الأمريكية، فالسقف 31.4 تريليون دولار. في كل عام نسمع وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى سقف المديونية، يتم زيادة ذلك لفترة زمنية بسيطة. حاليا سوف يتم التصويت على إمكانية زيادة سقف المديونية 1.5 تريليون دولار في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد بأن الفدرالي الأمريكي عند النظر على الناتج الإجمالي المحلي المنخفض في هذه الفترة
فسقف المديونية هنا يشكل بعض الانخفاضات عند قياس سقف المديونية أو الديون مع الناتج المحلي الإجمالي، فقياسه ما يقارب 129 للولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى روسيا، فروسيا عندما يقارب 20. فبالتالي عندما ننظر مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فالولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن البعد حاليا بالنسبة للمديونية، وهنا بعض المخاوف بأن المديونية قد تؤثر بشكل أكبر في الفترة القادمة. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع السداد في الفترة الماضية؟ رفع أسعار الفوائد هي أحد الأسباب بكل تأكيد بالنسبة لزيادة المديونية. شراء السندات للولايات المتحدة الأمريكية، محاولة السيطرة على أسواق السندات كانت سبب أساسي أيضا لارتفاع المديونية في الفترة الماضية. كنا نسمع أيضا بزيادة في عام 2020 الشيكات الستيميلس اللي كانت موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، زادت ادخال الاموال في الاقتصاد الامريكي مما رفع المديونيه على الحكومه، حكومه الولايات المتحده الامريكيه. فقد تحتاج المزيد من الوقت السيطره لملاك محاوله تقليص الانفاق من جهه، محاوله تقليص الدعم الضريبي من الولايات المتحده الامريكيه من جهه اخرى. لما لا نسمع في الفتره القادمه بعد التصويت من جو بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه على الغاء قروض التعليم، لما لا نسمع بشطب ذلك، الغاء حتى محاوله الشطب، لما لا نسمعها لمحاوله السيطره على المديونيه في الفتره القادمه. فانا اعتقد ان المديونيه مرتفعه وقد تستمر في الفتره القادمه بالارتفاع في الولايات المتحده الامريكيه بناء على النهج الاقتصادي الحالي في امريكا. انتقل معك استاذ احمد الى قطاع النفط وارتباطه باسعاره بالدولار الامريكي. هل تعتقد اننا قد نشهد تراجعا في هيمنه توأمه البترودولار؟ نعم لم يبدو. نظن في الفتره الماضيه في بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه كان هناك تلويح من بعض الدول النفطيه بالاستغناء على الدولار الامريكي في التعاملات النفطيه. سوف نستمر بسماع هذه النبره في الفتره القادمه، خاصه مع الدول غير الصديقه مع الولايات المتحده الامريكيه، تحديدا هنا روسيا الصين. بكل تاكيد قد يتجه في الفتره القادمه للابتعاد عن الدولار الامريكي، لكن هل سوف يؤثر الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير؟ لا اعتقد ذلك بالنظر على المعاملات التجاريه، معاملات حتى النفطيه في الولايات المتحده الامريكيه ليست على دول واحد بل هي على دول كثيره. فعلى ما اعتقد بان انهيار البترودولار على ما اعتقد صعب في الفتره الحاليه بناء على المعطيات الموجوده، لكن الاستغناء عنه بعض الدول خاصه مع تنظيم البريكس الفتره الاخيره قد يكون او يتم الاستغناء عن الدولار الامريكي بشكل تدريجي في تعاملات النفط، لكن هل قد يسبب انهيار للبترودولار؟ لا اعتقد ذلك في المعاملات الحاليه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. طيب أستاذ أحمد، يتساءل اقتصاديون ماذا لو باع العرب النفط بعملة غير الدولار الأمريكي؟ هل تنهار عملة أمريكا برأيك؟ على نفس النمط لم يقع. على ما أعتقد نعم. بأن الانهيار قد يكون صعب نوعا ما، أو حتى الاستغناء عن المعاملات التجارية بالدولار الأمريكي صعب نوعا ما، لأن الدولار الأمريكي يعتبر أحد العملات الآمنة حاليا في بين العملات الاخرى. فعلى ما اعتقد ايضا حتى مصلحه الدول التعامل مع الدولار الامريكي نظرا لارتفاع حاله الامان التعاملات مع الدولار الامريكي من ناحيه. من ناحيه اخرى عندما يتم الاستغناء من الدولار الامريكي طبعا قد يكون مؤثر. في عام 1973 عندما تم حتى ايقاف او حظر تصدير النفط للولايات المتحده الامريكيه كنا قد شهدنا حتى تاثير اقتصادي على الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير جدا. لكن كما ذكرت لي على السؤال السابق، هل سوف يتم ذلك بسرعه؟ على ما اعتقد ان قد يحتاج الوقت الكثير، ممكن ان يتم بشكل تدريجي. الاستغناء على الدولار الامريكي من بعض الدول وارد جدا خاصه مع التحالفات الكبيره في الفتره الاخيره، فقد يكون هناك امكانيه للابتعاد عن الدولار الامريكي، لكن قد يحتاج بعض الوقت لانهيار الدولار الامريكي في التعاملات النفطيه. نعم استاذ احمد، يعني يلقي بعض الاقتصاديين باللوم على النفط في ازمه التضخم، ما رايك؟ وكيف ترى مستقبل النفط بعد خفض الانتاج الروسي والازمه الروسيه التي نعرفها جميعنا ما بين اوكرانيا وروسيا، وايضا التغيرات الجيوسياسيه التي طرات على المنطقه؟
نعم، بالنظر للقرار الاخير موافقه اوبك والحلفاء تخفيض الانتاج بما يقارب 1,160,000 برميل يوميا، رقم يعتبر كبير، لكن ايضا هناك اخبار ايجابيه ايضا للنفط وهو انفتاح الاقتصاد الصيني. التقارير قد ذكرت بان الصين تحتاج 15 مليون برميل لحاجتها للطلب الصيني في الاسواق الصينيه، فبالتالي قد يكون هناك طلب قوي عرض اقل، هذا قد يعطي النفط بعض الارتفاعات. النفط طبعا احد المؤثرات بالنسبه لارقام التضخم عند النظر لارتفاعات النفط في فتره الحرب الروسيه الاوكرانيه، كان وصل خام غاب تكساس تحديدا الى ما يقارب 120 دولار للبرميل، فعند حساب مكونات التضخم طبعا الطاقه مؤثر اساسي بالنسبه لارتفاع ارقام التضخم. نعم، فيمكن لوم النفط بشكل كبير خاصه لارتباطه ارتباط وثيق في الحالات الاقتصاديه في حالات التصنيع، فطبعا النفط يعتبر مؤثر كبير وشديد وقوي جدا على التضخم في الفتره الماضيه. لكن هنا لم اود الذكر بان مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي والذي يستثني الغذاء والطاقه ايضا لا زال يسجل ارتفاعات في الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا، في بريطانيا، فبالتالي عند النظر الى الارقام ليس فقط النفط هو المكون الاساسي، مكون الخدمات بدا يبتعد عن السيطره بالنسبه للاقتصادات، فهذه الارقام عندما تسجل ارتفاعات الخدمات من جهه، الطاقه من جهه، الغذاء من جهه اخرى، فيمكن ان يسبب تضخم راسخ في الاقتصادات، وهذا على ما اعتقد ما حصل في بريطانيا تحديدا عند مقارنه ارقام التضخم فيها، فوصل الى ما يقارب من منزلتين دبل ديجيتس 10% تقريبا بريطانيا بالنسبه للمؤشر التضخم الرئيسي، مؤشر التضخم الاساسي لا يزال عند 6%، بعيد كل البعد عن المستهدفات، المستهدفات هنا لم 2% بالنسبه لارقام التضخم بالنسبه للدخول، فلا زال مرتفع، لا يزال بعيد، فليس فقط النفط، لا يمكن اللوم النفط لوحده بالنسبه لارقام التضخم وابتعاد ارقام التضخم عن ما يحتاجه البنوك المركزيه، لا، بل المكونات، سله المكونات بشكل كامل تسجل ارتفاعات، النفط هي احدهم طبعا. نعم استاذ احمد، اختم معك من الذهب ومن الارتفاعات الكبيره التي شهدناها على الذهب خلال الفتره الماضيه، هل لهذه الارتفاعات علاقه بتوقعات الفدرالي الامريكي وحركه الدولار؟ نعم لم يأتي، والنظر إلى تحركات الدولار الأمريكي والذهب طبعا علاقة عكسية بين تحركات الذهب والدولار الأمريكي. عند نظر الفترة الماضية بالنسبة للدولار الأمريكي عندما سجل ارتفاعات جراء التوقع بحدة تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الفترة الماضية، طبعا أعطى الذهب انخفاضات، ولقد لاحظنا انخفاضات الذهب في الفترة الماضية عندما يقارب 1800 دولار للأونص، ثم شهدنا ارتفاعات عند تحول الذهب الى الملاذ الامن عند دخول الازمه المصرفيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، وحتى بدء الحديث عن توقف دوره تجديد السياسه النقديه، والبعض قد طالب طبعا بتخفيض الاسعار الفائده في الفتره القادمه خوفا من استمرار الازمه المصرفيه، فطبعا الذهب والدولار الامريكي ارتباط وثيق بشكل كبير، لكن هل الذهب سوف يسجل ارتفاعات؟ الذهب قد يسجل ارتفاعات عندما نسمع العناوين الصحفيه او نسمع حتى الفدرالي الامريكي ببدء بتوقع امكانيه تخفيض اسعار الفائده، طبعا تخفيض اسعار الفائده ستكون مرتبط ارتباط وثيق مع دخول الولايات المتحده الامريكيه. في حالة الركود في الفترة القادمة، عند دخول حالة الركود فبكل تأكيد تخفيض أسعار الفائدة هو المخرج الوحيد، الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما ما تحاول رفع أرقام، تحاول الاجتهاد لمحاولة رفع أسعار، رفع أرقام النمو، فعندها قد يكون انخفاض أسعار الفائدة هي المحرك الأساسي لارتفاعات أسعار الذهب، لكن لحد الآن لا يوجد اي ارقام تدل بشكل وثيق على موعد دخول مرحله الركود، وبالتالي يجب متابعه الاجتماعات الفدرالي الامريكي في الفتره القادمه لمحاوله الاستدلال على اي تصريح بالنسبه لعمليات تجديد السياسه النقديه في الفتره القادمه. نعم، جزيل الشكر لانضمامك معنا محلل اول لاسواق المال في مجموعه ايكوتي من عمان احمد عزام، شكرا لك.